أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة نحو تهيئة البنية التحتية والرقمية في مدنها القائمة والمستقبلية لتواكب أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التحول إلى مدن ذكية ومستدامة تراعي معايير جودة الحياة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بافتتاح أعمال قمة البحرين للمدن الذكية 2024 والتي تنظمها وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع شركة سمارت ويل للاستثمارات، وذلك تحت شعار التقدم في مسيرة التطوير عبر الذكاء الاصطناعي. وأوضح معاليه أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، فإن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 بوصفه قطاعا واعدا تأتي في هذا الإطار الهادف إلى توفير بنية تحتية متطورة ذات مستوى عالمي، بما ينعكس إيجابا على الجهود المبذولة لتكريس مفهوم المدن الذكية محليا عبر تزويدها بما يلزم من تقنيات تحقق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد بيئيا واقتصاديا. ولفت معاليه في هذا السياق إلى أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية كلفت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع استراتيجية شاملة لوضع وتطبيق مقاييس المدن الذكية ومواصفاتها. كما أشار معاليه بهذه المناسبة إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة بما تتماشى في موضوعاتها مع آخر المستجدات، تعزيزا لمكانة المملكة كمركز للمدن الذكية على مستوى المنطقة والعالم العربي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية، علاوة على تسليط الضوء على التجارب المحلية الناجحة محليا ودوليا. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة ومنتسبي الوزارة وجميع القائمين على هذا المؤتمر. من جانبه أعرب سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة عن جزيل شكره وامتنانه لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح أعمال قمة البحرين للمدن الذكية 2024. وذكر الوزير أن هذه القمة تكتسب أهمية بالغة كونها تندرج ضمن المؤتمرات المتخصصة التي تحتضنها البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول إلى المدن الذكية. وأشار سعادته إلى ما ستتيحه الجلسات النقاشية من فرص للتعرف على كيفية الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القائمة في المستوى. بعدها تفضل معاليه بتكريم الراعي للمؤتمر وتكريم الجهات الحكومية والخاصة الفائزة بجوائز القمة نظير المشروعات القيمة التي قدمتها والتي تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المدن الذكية. ثم تفضل معاليه بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يضم أكثر من 10 أجنحة لجهات مشاركة في القمة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص.